انطلقت فعاليات التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023 الذي تستضيفه مصر، ويعد أهم وأكبر التدريبات المشتركة في الشرق الأوسط. وتستمر فعاليات التدريب حتى 14 من سبتمبر الحالية، حيث يشارك في التدريبات أكثر من 8000 مقاتل من 34 دولة، بما يدين التدريب القتالي بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد الجوية والبحرية، وذلك لتعزيز علاقات التعاون العسكري وبناء القدرات لمواجهة التهديدات والمخاطر المشتركة. التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023 أهم وأكبر التدريبات المشتركة في الشرق الأوسط. أكثر من 8000 مقاتل من 34 دولة يجتمعون على أرض مصر في الفترة من 31 من أغسطس وحتى 14 من سبتمبر 2023 لتعزيز علاقات التعاون العسكري وبناء القدرات لمواجهة التهديدات والمخاطر المشتركة. التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023 تدريب عسكري عالمي على أرض مصرية. انطلقت فعاليات التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023، والذي تستمر فعالياته حتى 14 من سبتمبر، بما يدين التدريب القتالي بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية بجمهورية مصر العربية، وذلك بمشاركة أكثر من 8000 مقاتل من 19 دولة، فضلاً عن مشاركة 15 دولة أخرى بصفة مراقب، بالإضافة إلى مشاركة عناصر من الشرطة المدنية وعدد من الخبراء القانونيين باللجنة الدولية للصليب الأحمر. وخلال مراسم الافتتاح، ألقى اللواء أركان حرب أسامة نجا رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للقوات المشاركة بالتدريب، مشيرا إلى أهمية التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع الذي يعد من أرقى التدريبات التي تشهدها المنطقة، كونه يمثل إضافة قوية للقوات المشاركة من خلال التعرف على كل ما هو جديد في مجال التدريب العسكري، بالإضافة إلى الاطلاع على التكتيكات العسكرية الحديثة لمختلف العقائد القتالية. من جانبه، أعرب العميد ماثيو ريد مدير التدريب من الجانب الأمريكي عن امتنانه وشكره للقوات المسلحة المصرية لاستضافتها للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023، مشيرا إلى أن التدريب يعمل على تعزيز القدرات المشتركة لحل المشكلات ومواجهة التحديات وتوحيد المفاهيم العسكرية بين القوات المسلحة للبلدان المشاركة، متمنياً استمرار وتطوير التدريب خلال السنوات القادمة لتعزيز الروابط بين الدول المشاركة. وتفقد قادة قوات الدول المشاركة معرضاً للأسلحة والمعدات المشتركة في التدريب، معربين عن سعادتهم بالروح المعنوية العالية للقوات المشاركة من مختلف الدول. كما قدمت الموسيقات العسكرية عدداً من العروض احتفالاً ببدء فعاليات التدريب. هذا وقد شهدت الأيام الماضية تدفق القوات المشاركة والتحرك إلى مناطق وميادين التدريب التخصصية استعداداً لبدء فعاليات التدريب. حضر المراسم عدد من قادة القوات المسلحة المصرية وقادة القوات المشاركة بالتدريب وعدد من الإعلاميين.